مساكم الله بالخير. الله يمسيكم بالخير كل وسمه طيبين. ما ادري ترى بطاريته وجعه ولا ما فيه بنزين ما ادري. انا قد ضايل الزوم رايح للسوق. الله الله ما فيكم العلوم كله انتم طيبين. ما في الباطن من العذري بل لا حاجته بسيطه ما فيها بنزين ما في محطه بنزين ما في الباطن من العذري بل هذا العذر ولا هو بعذره بيصنع ما يصنف عذره ولكن خلوه على الله. يوم انت طالع من البيت ما معك بنزين ما تدري انت تواصل وجهتك ما تواصل يعني خلها على الله. تعال او شيت هاي مساكم ان شاء الله جميل. اخوكم بهاج من قريه الباطن يمسي عليكم بالخير. بروح اشري لي طعام للحلال اليوم الجدول مستحم باذن الله يخلص بعد المغرب بنص ساعه اصير خلاص فاضي لنفسي اروح وين محبه الاب. ولكن انا عندنا اشغال احنا مرتبطين بها. ما هي الاشغال عندنا؟ بروح للسوق نقضي للحلال عقبها بنروح نشري اغراض المرة عقبها نخلي عينه الطريق دره يعني نصرخ الذبيحة حقة رمضان عقبها نروح مع السرابيت وين ما بتلعب باذن الله. يعني الساعة كم؟ 3 الساعة 6:20 6:30 خلاص انا خلوكم معانا. تبي الوناسة؟ خليك معانا. لا عطر فيندر ما راح تقدر تنام. الاغراض قد خذيناها خذيتها والله بس اقصد الخضره يعني الخضره بالغنى. مكرونه ايضا مهلبيه شاهي ما ادري ليش انا شاهي ايضا مكرونه شعيريه ومكرونه ايضا شعيريه يا سلام اظني فطورنا برمضان كله شعيريه ومكرونه مهلبيه ايش ذا سلمني 50 عشان انا اعطي هذا برد لك ما في خوف لا ما في 50 هنا كم موجود؟ هنا 40 جيب شو كم؟ هذا 50 50 ريال؟ ايوه اه بيض الله وجهك خلاص بعطيك اياها هذا فين نروح؟ ها؟ هذا؟ ايه كستر كيف صوت؟ الله واحد الله اكبر والله تفص يمين ويسار ما مسيكم بالخير جميع. احنا رايحين معزمين على فنجال شاهي عند واحد من الجماعه مربوعنا مساك الله بالخير نور مرحبا مرحبا يا ابو هيا ارحب الله يبقيك مساك الله بالخير نسيت بالنور ايش حالك؟ ليش مركبني ورا وانا اكبر منك؟ عشان كلها الغمارة اللي ورا واللي قدام تشرب فنجان عند الرجل كلها ابو اعلان الله يمسيك بالخير ارجع انطر خومه المج الباب ليش هاي احنا رايحين ناخذ لنا فنجان شاهي واحنا وذرنا ان نصور كلش وش نسوي نص الليل يعتبر نص الليل والله ما جاهز
الدين يسر يا رجل. شاب يا رب. مسيك بالخير ابو سارة. الله يبليك. مرحبا. يا مرحبا والله وما سلمك. بارك الله بك ان شاء الله. مبارك بطويل عمر عباس. مرحبا بك عباس. هذه عجوة المدينة باقي معنا. عند عباس. ومعمود. هاي بركاته. الله يطول عمرك. وليش يا رب سار؟ طول عمرك. عمرك. ما يعني شيء جعل ربي يطول. كلا ولا جعل عمرك طوي. جعل عمرك طوي. قولوا يا الله وقولوا يا مثل ما اجتمعنا في الدنيا جعل ربي يجمعنا وياكم في الجنة. الله أن تدرون يا الربع ما فيها حزن ما فيها جوع ما فيها ظما ما فيها نوم. ما فيها نوم. أزيدكم الشعبية محمد نجينا في الجنة ذكرنا جلسة ذلك. أوه. كنت تذكرون جلسة ذلك الليلة مركبنا الفرس. أشكرك. أي والله. أي والله. تذكر. الله يسلمك. أبوك اللي مشتاق له وأختك اللي مشتاق لها وأخوك اللي توفى من 10 سنين وأبوك اللي توفى من 20 سنة بتعين. تسأل عن فلان وين فلان وين إذا ما. إنك تخيل يا أبو عايد إني أقول لك روح الدنيا عشها يا أبو عايد ما عاد فيها حزن ولا عاد فيها بكت ما عاد تفقد أحد أبوك معك وأختك وزوجتك وولدك. لا محمد وترى ما فيها نوم. ليه ما فيها نوم؟ ما في ما في نوم. ما لا نهاية وكل شيء حرام. ما في حرام. كل شيء حلال. كلش حلال يا أبو عايد. أرحب يا رجال. ارحبوا ارحبوا مرحبا ومسا الله يحييكم. مرحبا. ارحبوا يا رجال. ارحبوا ارحبوا مرحبا ومسا الله يحييكم. مرحبا. اركب يا ابو حمد اركب بروح اوديك للكوفي شبات والحضارة والاناقة. اركب اركب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وش تشرب؟ مشروبك اللي تبي. عطني حليب كافي. ارحب. طقه قديم حليب كافي من جايز بس الحين الكوفي الحين الكوفي منه. لا بنروح البيشه قهوه ساده. ثقه 3 ايام ما ترقد ما ترقد الا ثالث رمضان. ما بعد بكره معاد ورانا مقاضي بكره ورانا ننهيها بكره هاجر كلها. ايه عز الله يعزك. ايش تبي ايش تبي؟ حليب نسكافيه؟ حليب كافي. حليب كافي انا طول هذه الثقه اربعه قول يا كافي. حليب ايش؟ حليب كافي. الله واحد. الله واحد يا ابو. اوه شات. هاي. الطلب خالص من عند حدرولك مقص. يلا صورنا. يلا. لا وقف طيب. يلا حجر. مرة ثانية. لا لا عاد عليك مرتين. لا لا هي واحدة. ما قصرت يا ابو حجر. مرة ثانية. بعد مرة عليكم راجعين بدنتين خلاص. شكرا للمصور ناصر بجاية. انا ودي اني اتحبت ولكن الان احتسي قهوة المساء لين اخلص قهوتي واذهب الى القرية وافتح البث ان شاء الله. هاي ام هاتف مطلوب مقفل ذا الحين اتصل وقت لاحق. شكرا. هذا تيسك. راح بسبع. يرزق الله. 50. يرزق الله. علمك الصدق. إيه. وصلت 900 والله. ما شاء الله. وصلت 900. إيه. كم عمر؟ أدنيه طول إيدي. كم عمر؟ عمره شهرين. حيهم الله يمسيكم بالخير جميع. أول رمضان لنا معكم. الله أن المشاعر متلخبطة. أي والله. لكن الله يهديه علينا وعليكم بالصحة والعافية. الله يجعلنا وياكم من صوامه وقوامه. استغلوا ذا الشهر يا إخوان وكل عام وانتم بخير. الله يوفقكم كل أبوكم من أكثر عرب ولا من أدنى. الله يوفقكم كلكم. يسل البركة وتنعى قلت والله ما بيحد العنق. أنا استغربت منك ذاك اليوم في السوق غالية هي. عجبتني ويعجب الصامرة ما تبيعها معيت كم خذناها؟ 1200 ولا ذا الحين عندك؟ لا ذا الحين. وتيس هذاك اللي يقول ان ترى من المزايد مات يعوض عند الله. شريناها من سوق الربوع العطف. ايوه ترى لها سنتين. لها سنتين اقل شيء سنتين. تيوس الا ذا المره جابت لي عنق قلت والله ما بيها خليها تقعد. انا بشري العناق قلت
تيس من عندنا. لا اخذ التيس ام العناق ما لي ب 1007 باخذ الثري. الله يوفقك يا محمد يرزقنا يرزق ما هي اخذ التيس ام العناق. لا يا واحد خلاص اقول ليه اذا جابت عناق هاي مره بعدك هديه العنق انت تقنيها. العنق قنيها هم التوس بيها. امك طيبه ابشرك بخير نحمد الله ونشكره. أنا من كثر ما شفنا وجربنا الله يعينك على شيء تشوفينه سقنا الركايب وشرقنا وغربنا لكن سجن الهوى مطلق مساجين من خوفنا اللاش لا يدري بحاجتنا ما قد طلبناه لا سلفه ولا دينه لو كل شيوهون ما هانت كرامتنا والحر يعرف عدوه من محبنا. اخوي اللي يسلم عليكم سلم تسلم شرف ويقول انشد العيال هم بيجونا بعد العيد في لندن. الله لندن غير لندن اللي تو يشوف هذا الحين لندن انا عندنا هي والله لندن عندنا ها جاك هذه انا عندك امل في الحياه يا ملي يعني بيجي يوم من الايام بتكون في لندن. والله 1% ما يجي. اقول الله يرزق القناعة. امين. اي والله هذه دائما ارددها الله يرزقني القناعة دائما والله نجيب هذه. القناعة طيبة والله يا ابو محمد. الله يرزق. يعني مستحيل انك تكون في لندن. مستحيل. والله ما وانت؟ لا يحرم. حمار مصلحة يا رجال الجواز وين الحين؟ اي والله. ناس مستانس ايش عندك؟ والله بروح اودي امي بعد انا بيلحق على الكهرباء يود عندنا سخانه خربانه هو بيلحق عليهم قبل صباح معك جيران معزومه لا لا بمشي الله يكرمكم الله اشهدوا لا اله الا الله اشهدوا يكرمكم الله شوفوا ان شاء الله ان شاء الله بدري كرمكم الله ان شاء الله الله يقبل منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله يا زين صوته الصلاه تحس بالاناسه حتى لو انك ما تملك شيء الله يقبل منا ومنكم لا اله الا الله والله من الراحه النفسيه السلام عليكم يلا حيهم الحقوا على الساف نزلوا كميه محدوده من عطرهم وايلد كولد خليكم معنا السلام عليكم تبارك الرحمن على ثبات العطر والفوحة ما شاء الله تبارك الرحمن ترى استخدمه تقريبا من اسبوع كذا حتى لو تشوفون العلبة ناقصه شوي عندي اكثر من علبة ولكن قلت حد اني قد استخدمت ذي بجيب اللي قد استخدمتها والباقي بخليها في البيت المهم مالكم في الطول فايدة ما فيه من العذري باخوان الا عذر ابو واحد انها تنفذ كميتها بسرعة جد ترى والله اسولف معك بجد ما فيه من العذري الا ذا انها تنفذ كميتها اما الثبات والفوحان يا حي يا قيوم ما شاء الله تبارك الرحمن بعطيكم الان مكوناته وعلومه حتى ما يحتاج انك تتروش بالعطر بخه بختين ما شاء الله تبارك الرحمن فوحانه سريع وثباته برهن فوق الثبات هذا كله يوم طراه الثبات عندهم تحدي اسمه تحدي عساف شنو التحدي تحدي اطله في عمرك العطر اذا ما ثبت 3 ايام رجعه نعطيك فلوسك حتى لو استخدمت نص يا شيخ لو استخدمته كامل إذا ما ثبت شوف ما شاء الله تبارك الرحمن الثقة إذا ما ثبت 3 أيام 3 أيام ما ثبت رجعه رجع لك فلوسك العروض وما أدراك ما العروض خليك معي يا حباني جعل أعماركم سنين السعر سابقا ب 450 ريال والآن 199 ريال فقط لا تحس بنا يعني مطولة لا 24 ساعة فقط من الآن بيكون سعره 199 ريال يا بلاش على القوة طبعا شوف العبوة 200 ملي ما شاء الله تبارك الرحمن حبيبنا ارفع الشاشة واطلب على الساعة